قبل المقلوبه وبتوبس بدأس جاء ببالي سؤال، هل الرسائل هاي فيها لها هدف معين ولا بس مجرد انك تضحك الناس؟ يعني هاي رسالة كل يوم تعملها على السوشيال ميديا؟ اكيد في رسائل توعويه مثلا، رسائل اكيد بتوعي المتابع، اكيد فيها هدف. تمام، فيها هدف وفيها يا سيدي نروح على المقلوبه. قصه المقلوبه انت بدك اياها احمد. أوكي. انا شفت الفيديو المقلوبه، بس بدي اعرف شو قصه المقلوبه عشان انا بحب كثير المقلوبه. كيف بدي احكي لك؟ انا صار لي تقريبا 9 اشهر 8 اشهر 7 اشهر شيء زي هيك. ايوه شيء مثل هيك، مش ذاكر بالضبط، مش مشكله. شيء مثل هيك. طبعا احنا على الهواء. قسم بالله على الهواء، قسم بالله. عبد الله بدي احيي اهلي اصحابي اصحابي هسه بسال وياه امور تمام. ايوه عمر ابريان كمان يا احمد. هون خلص لا الكاميرا هاي حي عليها. كمان هون بنحيي هون هون دمرتنا مخرجة بتول. ايوه اوكي، بخصوص قصه المقلوبه، فجاه كان في حظر قبل فتره. كان في حظر، الحظر اللي احنا بدايه الحظر بدايه كورونا. نعم. كنا عند صديق لنا اسمه مجدي التميمي، طبعا بوجه له رساله وتحيه لاخوي مجدي. كان جبتهم كلهم معك؟ ما الحظر كنت بدي اجيبه يعني صفته هلكتنا. طيب انا كنا عند كنت عند اصحابي. ايوه. فجاه واحده رحنا عند صاحب ثاني. امير. كنا جوعانين، ويومها ما كان في سيارات انك تمشي يعني جوا السياره، انك توقف يومها كان ممنوع السيارات تمشي في الشوارع. المهم رحنا وصلنا بيت صاحبنا وجوعانين احنا الثلاث. بدق الباب، دق دق، طلع صاحبي اللي بقول له امك شو طابخه؟ والله قبل ما اقول له مرحبا، وهي الفيديو اللي شفته قبل شوي على التلفزيون. طيب قلت له امك شو طابخه؟ وكلي بلاش تسمعك امي. لا اخوك 100 كف، كيف تقول له؟ لا ما هو فتح الباب صاحبي، هو فتح الباب صار الموضوع ثاني ناخذ عليه يعني. مش مشكله هيك هيك سامح لك. المهم بقول امك شو طابخه؟ احنا جوعانين يعني، راي صاحبي بقول امك شو طابخه؟ بقول لي بلاش تسمعك امي. قلت له شو تسمعك امك؟ قلبت الكاميرا، انا كنت اصور فيديو عفوي فعليا، قلبت الكاميرا مثل هيك بدي اجرب صوتي. امه كان في المطبخ، بدي اجرب صوتي اذا امه ترد علي ولا لا. وانا بقولها احلى تحيه لخالتي ام امير. اهلا خالته، ردت علي اهلا خالته. إيه؟ كيفك يا خالتي ام امير؟ اخذت واعطت معي هي. فانا حلو. قلت هسه هون بدي اسالها انه هي شو طابخه. قلت لها خالتي ام امير انت شو طابخه؟ وانا بتقولي مقلوبه. انا والشباب معي قلتهم يا سعد الله يا سعد، يعني خلص اخذنا دق هون، اخذنا بس منه رحنا ناكل مقلوبه. مش هذا المهم، المقلوبه على باذنجان ولا زهره؟ باذنجان وزهره وفستق وسلطه. الزهره مشان اهم شيء الزهره. الزهره مشان لا احنا نعطيها بالله عليك.